لا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، كربلاء يا ابو علي، ولقد يعز على رسول الله ما جنت الصحابة. قد مات فانقلبوا على الأعقاب، ولم يخشوا عقابا. منع البتولة أن تنوح علي، أو تبكي مصاهبا. قد أطفأوا نور الهدى، مد أضرموا بالنار بابا. أسد الإلهي فكيف قد ولجت ذئاب القوم غابا. وعدوا علي بنت الهدى ضربا بحضرتي المهابة. بيت النبوة بيتها، متعجب الشعر، شادت يد الباري قبابا. أدنى الإله برفعه والقوم قد هتكوا حجابا. عاشت معصبة الجبين تؤن من تلك العصابة.
حتى قضت وعيونها عبر ومهجتها مذاب وأعظم شيء في حشى الإسلام قد أروى التهاب وش هذا الشيء شعر قال بالليل وراها الوصي وقبرها عفا ترابا سويت يا علي في قلوب الشيعة خليت في قلوبهم حسرة إذا راحوا يزورون قبر النبي والأئمة كأني بالزاير يا شيعي تصور نفسك واقف بالبقيع لو عند النبي تقول وين قبر الزهرة يجي زرت الرسول الله وزرت الأئمة لكن وين قبر الفاطمة مو في قلبك حسرة يا زاير على قبر الزهرة لو تنظر إليه من بعيد زرنا النبي ونريد قبر أم الميامي بضعة الهادي المصطفى خير النبي هذه أبيات جديدة يمكن على مسامعك لكن أريد منك ون حبيبي إذا بتبخل بدمعك لا تبخل بصوتك بين القبور أصيح ونم الأيم ودي أشوف القبر وترابا أشم وتمدد بطول اللحد وابكي والثمايا بلجت حزن قلبي تهون أم حسن وحسن كأني بالزاير يسأل الزوار اللي يزورون البقيع ورسول الله وين اللي يدليني على قبر الوديعة ردوا جوابي كان ذلتوا يا شيعة وياي عند الأيمة لو بهالأرض الوسيعة لو جاورت قبر النبي خبروني أويلي لل الجواب العليم عند الله ورسوله ما حد درى غير الوصي بقبر البتول في الليل وراها الثرى ودمعا يسيل ما حد حضر تشيع يعمق سورة الظل والله حسافا زوير ما نعرف قبرها دفنت الزهراء يا واندفن وياها سر يا ليت أعرف ليش خافي لقبر أثاري وصيتها العلي يخفي القبر بعد شو عندك يا زاير يقول إذا ما نعرف وين قبر الزهرة نريد نعرف أقل القليل قبر المحسن الذي أسقط من أعشائها واللي بسأل عن المحسين دي خبران اندفن ميت سقط ما تم حايا ام لذاك لجني
وصف العصر بالبياب يوم اللطمة العين حدر يعاين حالتي ام الحسن وحسن ردوا لك وقعدوك يا ليث الحرايق وانت الذي من باسك يا تموج الكتاب والله افعالك يا علي تراوي كيف بحبل تنقايات وانت اللث بالغاية يا الباب لبست الحزن طول الدار يا الباب دمه إلا البدال الدمع يلبى يا أنشدك محزن وقع في وين يلبى يا من عصر والزهرة الزكية والله يوم العصر والزهرة يا يا زكية ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما ربك بغافل عما يعمل الظالم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا آمنا صدق الله مولانا العلي العظيم ركز القرآن الكريم في منهجه التربوي على ربط الإنسان المسلم بمسألة ومفهوم تقوى الله سبحانه جل وعلا تقوى الله الذي هو الأساس لمنطلقات الإنسان المؤمن والمسلم في تعامله وفي علاقاته مع نفسه ومع من حوله فتصرفاته لا بد أن تنطلق من هذا المفهوم باعتبار أن مسألة التقوى هي الدافع والمبرمج في آن واحد يدفع الإنسان إلى العمل الصالح وإلى الطاعة والعبادة ويبرمج هذه الانطلاقة ويحدد إطارها الذي ينبغي أن تتحرك فيه ومن خلاله فنجد أن مسألة التقوى عالجها الباري سبحانه جل وعلا من خلال القرآن الكريم بعدة نشاطات وبعدة توجيهات منها على سبيل المثال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا مورد نجد أن هذا النشاط أو هذا التوجيه الذي وجه به الباري سبحانه جل وعلا ليس كما بدأنا بالآية الكريمة وإنما هنا ورد بموضوع آخر مسألة الصدق وإن كان الصدق أيضا وفرع من القول
أو فرع من كلام الإنسان الذي لا بد أن ينطلق بالحق ويمثل الحق. اتقوا الله، أو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق هنا الذي لا بد أن يتجلى في تعامل الإنسان مع الله بالدرجة الأولى، ثم مع نفسه، ثم مع مجتمعه. فالمؤمن الذي ينطلق هذا المنطلق في صدقه من خلال تعامله، من خلال فعله، من خلال عبادته، من خلال قوله، يكون صادقا بالدرجة الأولى مع الله. ولهذا تجد أن المؤمن إذا صدق في كل هذه الموارد لا شك أنه يجسد معنى التقوى الحقيقي في مسألة الصدق. بعد مورد آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هنا العنوان اختلف، وهو هنا إشارة إلى أن الإنسان أو المؤمن الذي يعيش في الدنيا وهو يبتعد عن أكل السحت، عن أكل الحرام، لا شك أنه يجسد أيضا معنى التقوى في ابتعاده عن الربا والعياذ بالله. هذا مورد بعد: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لاحظ النشاطات والتوجيهات اللي أشار إليها القرآن الكريم وردت في عدة موارد وفي مختلف المواضيع. المؤمن الذي ينطلق في الإصلاح في المجتمع ويصلح بذات البين، بين الزوج مع زوجه، بين المؤمن مع أخيه المؤمن، بين الجار مع جاره، بين هذه الجماعة مع تلك الجماعة، لا شك أيضا أن المؤمن يجسد معنى التقوى الحقيقي في مسألة إصلاح ذات البين. بعد، وهناك أيضا مسألة هي تعتبر من أهم المسائل، وهي كما وجه بها الباري سبحانه جل وعلا: فاتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا هو الفيصل، وهذا هو نتيجة عمل الإنسان. ما هي الأعمال التي قدمها الإنسان باعتبار أن هذا الإنسان الذي يعيش في هذه الحياة الدنيا، وهذه الدنيا التي هي عمرها لحظات. شوف هالعمر اللي راح يعيشه الإنسان اللي احنا نعتبره الآن، بنرجع لبعض الروايات، يعني منها ما ورد عن حبيبنا المصطفى محمد يعني الإنسان اليوم في واقعنا وزمنه كم سنة راح يعيش؟ يعيش 100 سنة، 120 سنة، بعد يمكن ما يتجاوز. أطال الله إن شاء الله في أعمار الجميع. لكن هذا ما نستشفه من بعض الروايات، منها ما ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يقول: أعمار أمتي بين 60 وبين 70. ولهذا اللي تجاوز هالعمر هذا ذو حظ عظيم. ولهذا فمهما عاش الإنسان، النتيجة سواء عاش الإنسان حياته في هذه الحياة حياة طويلة أو عاش حياة قصيرة، النتيجة هي ماذا؟ هي عمله، هي إخلاصه في عمله. هل أنه إذا وقف بين يدي الله سبحانه جل وعلا هل هناك تتغلب أعماله الصالحة على أعماله الطالحة أو العكس؟ والعياذ بالله، هذه النتيجة. إذن لما نرجع إلى مسألة التقوى، كما أشرنا لبعض الآيات، نجد أن الله سبحانه جل وعلا عالجها بعدة توجيهات، منها أيضا ما بدأنا به حديثنا: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هنا إشارة إلى ماذا؟ ليش الله سبحانه جل وعلا يعني أضاف إلى القول بماذا؟ بالقول السديد. هنا أراد الباري سبحانه جل وعلا أراد أن ينبهنا على أمر مهم. هذا الأمر المهم وهو أن الإنسان لعله يتصور أن الله سبحانه جل وعلا
يحاسبه في الحياة الدنيا فقط على عمله على فعله، لكن تجي إلى ناحية أو مسألة الكلام أو القول تجد البعض ما عنده تورع، تجد البعض مو ملتفت إلى هذه المسألة التي لعله من خلالها من جهة يعمل ومن جهة أخرى يفسد ما يعمله بسبب كلامه أو قوله. ولهذا القول كما تذكر الروايات أنه جزء من عمل الإنسان، في الواقع هذه حقيقة، يعني حقيقة لابد يستشعرها الإنسان المؤمن، لأن المؤمن إذا استشعر أن كلامه جزء من عمله. ولهذا يقول الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام: من علم أن كلامه جزء من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. ولذلك الإنسان إذا استشعر هذه الحقيقة إخواني أبائي راح يترك الكثير من الكلام الذي لا منفعة منه ولا جدوى فيه، راح يعرض عن الكلام الذي لربما يفسد به عمله، خصوصا إذا هذا الكلام كان والعياذ في الله فيه طاع، فيه افتراء، فيه تسخيط. يعني تجي أنت لأوسط المسائل اللي اليوم تجد أنها سائدة في المجتمعات إلى يومك هي مسألة الغيبة، الغيبة التي أيضا تأكل حسنات الإنسان كما تأكل النار الحطب. وهذا أيضا يضاف إلى مسألة القول، يعني أنت من باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر تجد البعض اليوم خصوصا الذي لا ينطلق من الحق ولا يمثل الحق يريد يبين للناس أنه يتكلم كلام حق، لكن لا، تجي أنت إلى الباطن لا، أكو هناك مبتغى أو غاية غير سليمة، غاية سيئة. ولهذا ظاهرا يمكن يكون الكلام ماذا حق، لكن في باطنه أو الغاية والعياذ بالله يراد منها تسقيط أو طعن أو تشويه، وقس على ذلك. إذن المؤمن لابد أن يستشعر هذه الحقيقة حتى يعرض عن الكثير من الكلام الذي لا منفع منه ولا جدوى فيه، ولا بد أن يكون كلامه سديدا، يعني ينطلق بالحق وبالخير وبالصلاح، القول الذي يهدف إلى توحيد الكلمة، إلى لم الشمل، إلى الحفاظ على اللحمة الاجتماعية، هكذا ينبغي. ليش الله يقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا؟ يعني شايف أنت الآن على سبيل المثال يجيبوا لنا واحد، شو شبه هنا القول السديد بالسهم الصائب، يقول لفلان من الناس أنت الآن لما ترمي هالسهم إلى الهدف ولما تصيب الهدف 100% راح تعطى جائزة. ذلك قول الإنسان المؤمن لابد أن يكون سديدا، يعني دائما ينطلق بالخير بالصلاح. ولهذا الروايات تذكر عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة، وتعرف يوم حساب وسين وجيم، لما يجي هذا الإنسان في صحيفة أعماله يجد حسنات زائدة، من حق يجي يسأل يقول أنا عملت هالعمل وهالفعل لكن أشوف حسنات زائدة في صحيفة أعمالي، فيقال له يا فلان إنها آثار كلمة طيبة أو قول سديد أدى إلى صلاح، إلى خير، إلى إخماد فتنة، إلى إطفاء نائرة، فأراد الله سبحانه جل وعلا. يمكن هذا الإنسان اللي يمكن يتكلم كلمة يصلح بها بين زوج وزوجة، يصلح بين مؤمن أو مؤمنة، بين المجتمع بهالكلمة التي لا يتوقع بأن مقامها عند الله عظيم وراح ترفع إلى درجات ما يتصورها هذا الإنسان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا يلاحظ في صحيفة أعماله من السيئات أكو سيئات زائدة، لما يجي يسأل ما سبب زيادة هذه السيئات في صحيفة أعمالي، فيقال له يا ابن آدم إنها آثار كلمة سيئة، هذه الكلمة أدت إلى تمزيق المجتمع، أدت والعياذ بالله إلى الطعن في هذا المؤمن والافتراء على هذه المؤمنة أو تسقيط هذا الإنسان. نعم إنها مسؤولية الكلمة. هذا لا يتصور أن الإنسان لما يخرج الكلمة
من فمه أو من بين شفتي أنه يحاسب حتى على مسألة الحرف. الدرجة شوف الدقة. والله يقول في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك يستشعر المؤمن هذه المسألة. ولذلك ورد عن نبينا المصطفى محمد إن الرجل ليتكلم بكلمة من رضا الله وما كان يظن أنها بلغت ما بلغت فيكتب عليه رضوان الله حتى يلقى الله وهو راض عليه. ويقول أيضا إن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله وما كان يظن أنها بلغت ما بلغت فيكتب عليه مسخوط عليه حتى يلقى الله وهو ساخط عليه. وانت النتيجة تعرفها، اللي يلقى ربه وهو راض بخلاف من يلقى ربه والعياذ بالله وهو ساخط عليه. ويقول أيضا إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام لا يزال المؤمن محسنا ما دام ساكتا، فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام بالكلام ابيضت الوجوه وبالكلام اسودت الوجوه. هذه حالة طبيعية، يعني انت تارة تسمع مقال، تسمع كلمة، انت تشوف لا شعوريا لما هالكلمة تعجب، لما هالكلمة تشرح الصدر، لما هذه الكلمة تطيب الخاطر، تجد حالة لا شعورية عند المجتمع، الكل يتحدث بيض الله وجهك، احسن ما قصت، خوش كلمة، خوش مثلا الموضوع، خوش كذا، خوش شعر، يقيس على ذلك. غير لما يجي الإنسان يا سبحان الله ويسمع الكلام البذيء أو يسمع الكلام السيء أو يسمع الكلام الذي فيه الكذب وفيه الافتراء. ولهذا اليوم بالنسبة إلى الكلمات، اليوم حتى اليوم العلماء خصوصا اليوم عندنا بحوث خصوصا أجريت في أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، إجوا بعض الأبحاث والتجارب أجروها على الماء. لما يجي الواحد منهم يتكلم وضعت بعض الأبحاث على هذا الجانب أن الماء إذا أطلق عليه بعض الكلمات الطيبة، يعني مثلا تقول مثلا كلمة تدل على مثلا الطيب، تدل على الأخلاق، تدل على السمو، يجدون من خلال هذه الأبحاث التي أجرها علماء في اليابان وغيره وفي الصين أن هذا الماء يتحول فيه خصوصا إذا يسمع فيه بعض الكلمات الحسنة إلى شكل حسن وطيب. إذا تقول كلمة قبيحة يطلع العكس إلى هالدرجة. ولذلك هاي من الأمور التي لا زال العلماء إلى يومك يجرون عليها بعض الأبحاث وبعض التجارب. ليش أنت الآن شوف انت بعض الفقهاء وبعض الفضلاء وبعض اصحاب المعارف جيب لي مثلا ما يقول لي اقرا لمريض، هذا ايش روح يقرا فيه؟ لما يقرا فيه ايات من القران، لما يقرا فيه بعض الاوراد وبعض الادعيه، او لما يكثر فيه مثلا من الصلاه على محمد وآله. وبالفعل تجد أن هذه الكلمات خصوصا إذا هي من القرآن، وإحنا نعرف أن الله وضع في كتابه وفي كلماته في القرآن الكريم ما فيه شفاء للناس من كل داء من كل بلاء. شوف هالتجارب والأبحاث، وهذا دليل على أن القرآن يصلح لكل زمان ومكان. ومتى القرآن؟ وهو معجزة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعليه إذن الخلاصة التي أريد أن أصل من خلالها إلى هذه المسألة وهي مسألة القول السديد أن هناك أمرين لابد يلتفت إليهما الإنسان. الأمر الأول أن الإنسان سوف يحاسب على كل كلمة يتكلم بها. ولهذا إذا من يستشعر الإنسان هذه الحقيقة وهو أنه سوف يحاسب على كلمته أو على كلامه أو قوله كما يحاسب على فعله، لن يعرض عن الكلام الذي لا منفع فيه ولا جد. ولهذا تجد أنه يطلق الكلام على عواهنه ما يكون عنده وراء.
ولا تقوى ولا خشية من الله. ويمكن ما يكون عنده حتى تجرؤ. لما يجي يتجرع على خلق الله ويجي تارة يفسق وتارة يسقط وتارة يكفر وتارة يلعن، وتجد هذه الحالات لا زالت تمارس حتى إلى يومك. تجد هنا أو هناك من يسعى لإرضاء السلطان، يجي مثلا يطالب بمزيد ظلم فئة من الناس، تجد أنه يمارس بعض الكلمات التي فيها تذليل وكذب وافتراء واتهامات مما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا تجد مهما كثر هذا الكذب وهذا الافتراء وهذا التضليل إلا أن حبله هو قصير مهما كذب مهما افتراء. هذا أمر. ولهذا يستشعر الإنسان أنه سوف يحاسب. ولذلك تشوف إن يقول العلماء أن القول ينقسم إلى قسمين، تارة يكون منطوق وتارة يكون مكتوب. يجي هذا يألف كتاب بدل ما يجمع قلوب الناس تشوفه يفرق بين الناس. يجي هذا مثلا يكتب إشاعة، يجي هذا مثلا يكتب مقال، وما يتق الله لا في كلام لا في على جماعة لا على عالم لا على شيخ لا على رمز لا على فئة لا على مؤمن. بس على ذلك ما يحتاج أشرح له، حالات موجودة. هذا أمر. ليش يقول الأمير عليه السلام وبالكلام ابيضت الوجوه وبالكلام اسودت الوجوه؟ الأمر الآخر أنه سوف يحاسب، يعني سواء نطق إن لم يحاسب في الدنيا سوف يحاسب في ساحة الله، سواء كان كلامه منطوق أو كان كلامه مكتوب. ولا تقف كما يقول الباري ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شوف اللي تكتم انت جرت هالقلم في كتاب في مقال، في شهادة زور، في افتراء، في ظلم، في تسقيط، راح تحاسب يا مؤمن حتى على هذه على جرت هالقلم. وما من كاتب، يقول الشاعر، وما من كاتب إلا وتبقى كتابته وإن فنيت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ولهذا التفت الإنسان أنه راح يسأل راح يحاسب إذا وقف بين يد الله. إذن النتيجة ماذا؟ أن الكلام لما يقول الباري اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، القول السديد شنو يعني؟ إليه مواصفات؟ لو ما إليه مواصفات بلى، القول السديد كما يذكر العلماء لا يبد أن يكون بحق وينطلق بالحق ويمثل الحق. إذا ما تتوفر فيه هذه الصفات الثلاث ما يمكن أن نطلق عليه قولا سديدا. وكما أشرنا تارة إجي واحد يريد مثلا يبين للناس فلان ارتكب هالفاحشة ارتكب هالمعصية، هو صحيح يمكن هذا فلان ارتكب، لكن الغاية من شنو؟ الغاية في قرارة نفسه ليس إصلاح هذا الإنسان. رحم الله عليكم سكتوا هالجهاد شوي بابا سكتش حبيبي أولاد منه دلين فرقوهم وشوي تركوا عنكم الواتسابات. أشوف البعض حاط التليفون في حضنه نشوفه تراها أنت جاي في ماتم رحم الله والديك واتساب لاحق عليه. صلوا على محمد وآل محمد. إذن لا بد أن ينطلق بالحق ويمثل الحق، وإلا لا يمكن أن يطلق عليه القول السديد. شوف أنت اليوم القول السديد الذي يبقى وتستفيد منه الأمة في مدى هذه الحياة. ليش احنا اليوم دائما نستشهد باقوال النبي صلى الله عليه وسلم باقوال الائمه؟ لماذا؟ لانها تمثل الحق. الان احنا في كل عام خصوصا في ايام عشرة محرم ليش نعلق بعض الشعارات التي وردت عن سيد الشهداء؟ لانها ايضا تمثل ماذا؟ تمثل الحق وتنطلق بالحق. ولذلك تجد انها هي التي تبقى، هي التي تستفيد منها الامه في مستقبلها في حاضرها. ولهذا كلمات كثير وردت عن الحسين، كذلك وردت إلينا منها الكلمات خطب سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في كتاب نهج البلاغ خطب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو كما ورد إلينا من خطبة الزهراء أو من خطبة ابنتها
زينب سلام الله او خطبه امامنا زين العابدين. ليش؟ على الرغم يمكن في كل عام لما يجي المؤمن ويستحضر مثل هالكلمات او يقرا هالكلمات بتدبر وبتمعن يستلهم الكثير من الدروس والعبر من هالكلمات التي تمثل الحق. ولهذا نجد من هذه الكلمات هي كلمات الزهراء عليها السلام والتي نطقت بها في تلك الخطبة التاريخية التي حتمت عليها الظروف بأنها تخرج في لمة من نسائها وتذهب إلى المسجد وتقف أمام ظالميها. وهني الزهراء يعني تشوف هذه يا مؤمن من أعظم الدروس من حياتها. يعني إحنا الآن عندنا موسم الزهراء سلام الله عليها. وإن كنت أحبب يعني من استغرق في الجانب المأساوي صحيح الزهراء مظلومة، الزهراء مغصوبة، الزهراء كسر ضلعها، الزهراء أسقط جنينها، لكن ما يمكن أن نبرز الزهراء عليها السلام فقط على أنها مظلومة، على أنها مغصوبة. ليش؟ لأن الزهراء كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين. ولما تكون سيدة نساء العالمين يعني أنها قدوة مو فقط إلى النساء، أنها قدوة إلى الرجال، إلى النساء، إلى البشرية جمعاء. ولهذا أكو عندنا إحنا جوانب كثيرة في حياة الزهراء يمكن إحنا غفلانين عنها، سواء على المستوى العلمي أو على المستوى الأخلاقي أو على المستوى السياسي أو على الاجتماعي أو الديني. ها؟ هذه أمور إحنا لابد نقرأ فيها عن حياة الزهراء عليها السلام. من فقط نقول إحنا انتماءنا إلى الزهراء وزهراء سيدة نساء العالمين، لكن يمكن فقط أي واحد منا يسأل فقط يقول أن الزهراء ظلمت، أن الزهراء غصبت. لا، هذا إجحاف وتقصير في حق الزهراء سلام الله عليها. الزهراء التي هي ثورة والتي هي مبدأ والتي هي عزة وكرامة. ولهذا نجد على الرغم من كل ما ألم بها من ظلم ومن حرق لبيتها وتسقيط لجنينها وكسر لضلعها ولطم على عينها، إلا أنها على الرغم من كل هذا البطش والإجرام الذي مارسه من ظلم الزهراء عليها السلام، إلا أنها وقفت أمامهم وصدعت بالحق، خصوصا عندما أرادوا أن يغتصبوا حق الزهراء، وهي تقول وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي ولا حظوة لي من أبي أفخصكم الله بآية أخرج منها أبتي محمد. أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، ألست أنا وأبي من ملة واحدة، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن من أبي وابن عمي. بهالكلمات وغيرها التي تبين ظلامتها عليها السلام تجسد قول أبيها أعظم الجهاد أو أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر. وهذا درس عظيم. الزهرة تعلمنا أنها وقفت أمام أكبر هرم في الدولة وهو الذي اغتصب خلافة رسول الله، وقفت تتحدى بالحق وبكلمات الحق، وإن قل الناصر وإن قل المعين إلا أنها لم تتراجع. هذا أمر. الأمر الآخر أن الزهراء أيضا استخدمت وسائل. تارة أنا أظلم، أنت تظلم، هذا يستخدم وسيلة، هذا وسيلتين. ويمكن أنا وأنت كل واحد يقعد في بيته ويقول الله ياخذ الحق. الزهراء تعلمنا من خلال مطالبتها بحقها، وعلى الرغم أنها فعل ما فعل بها، وكما ذكرنا كسر ضلعها، أسقط جنينها، أسرت بين الباب والجدار، نبت المزمار في صدرها، ولطمت على عينها عندما أخذ ذلك الكتاب من يديها، لأنها لم تتراجع، بدليل أنها بأبي وأمي كما يذكر في سنن ابن أبي داود وفي كتاب الإمامة والسياسة أنها خرجت وهي غاضبة على من غصبها حقها وعلى من ظلمها. وإحنا نعرف لما نجي لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول فاطمة يغضب الله لغضبها، بالعقل والمنطق اللي تخرج من الدنيا وهي غاضبة عليها الزهراء، هل يمكن أن يدخل الجنة؟ ها؟ هل يمكن إذا وقف بين يدي الله
أن يكون الله راض عليه ما يمكن. ولهذا الزهرة قبل أن ترتحل خصوصا عندما شعر هؤلاء الذين ظلموها وجاءوا إلى بيت علي أرادوا أن يدخلوا على الزهرة، الزهرة منعتهم مرة مرتين إلى أن لجأوا إلى علي واستشفعوا علي بن أبي طالب عليه السلام إلى أن قال للزهرة، قالت له يا أبا الحسن الزوجة زوجتك والبيت بيتك افعل ما تراه. يذكر رئيس سنن ابن داود أنهما دخلا على الزهرة وأجارت بوجهها إلى الجدار، وهذا دليل على أنها غاضبة. ثم سألتهما لما أخذا يطلبان الصفحة والسماح منها، قالت نشدتكما بالله ألم تسمع أبتي يقول فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. قال بلى، قالت والله لأشكونكما إلى أبتي رسول الله. قسمت الزهراء وقالت اللهم فاشهد عليهما أنهما ظلماني وغصبا حقي. الله أكبر. ولهذا الزهراء قبل أن ترتحل من الدنيا التي أخذت توصي بوصاياها إلى علي عليه السلام، من ضمن وصاياها أنه بأبي وأمي قالت له يا علي إذا أنا مت فغسلني في الليل، إذا هدأت العيون ونامت الأبصار ولا تدع أحدا من الذين ظلموني أن يحضروا جنازتي. اللي تطلب يعني تشوف دلالات كثيرة، إخفاء القاب وإن جعل كما ذكرنا في الأبيات المقدمة أن عليا عليه السلام لما أخفى قبر الزهراء ومعذور جعل حسرة في قلوبنا لما نجي نزور النبي ونزور أولاد النبي وما ندري وين قبر الزهراء. هذا يقول بالبقيع، هذا يقول بالروضة، ترك حسرة. لكن يا سبحان الله هذا سر، وهذا السر يمكن اللي يخلينا نتعلق بالزهراء أكثر وأكثر، حتى هذا التعلق وهذا الحب لا يبرد طالما نحن نعيش في هذه الحياة الدنيا. ونسأل الله أن يثبتنا على محبتهم وودتهم وولايتهم في الدنيا والآخرة. يا علي إذا شيعتني شيعني بالليل ولا تجعل أحدا من الذين ظلموني أن يحضروا جنازتي. يا علي أوصيك في الحسن والحسين خيرا، آخ آخ كأني بأمير المؤمنين نظر إلى الزهراء يقلها الزايد عليك اليوم يا زهراء تلوجي البطل ونينك ذاب قلبي لا تنو يم الحسن بطل الونين وجاوبي شوفي أولادك بالبواج مذوبين. أبياتك ها صاحت يا حيدر فرق وبينك وبيني بوداعت الله مسافر عنك يا بوح من هالمرض ما شوف يا حيدر سلام زوج عقب عيني يا ابو حسين بس هلا هلا عقب عيني باليتامى سكن خواطرهم ونشف دمعك ويلي واجمع اصحابك عقب عقب موتي وجهزوني طلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوني واللي كسروا ضلعي وبالباب صروني لا يحضرون جنازتي مشيد كأني بأمير المؤمنين نظر إلى الزهراء ودموعها على خدودها
يا هذه يمكن بعد أبيات جديدة على مسامعك، أريد منك ونة حبيبي، ها لا تبخل. ش اللي جرى بحالك يا زهرة زايدة يا ونين، ايدك على ضلعك تولي ومعصبة عيونك يا ام الحسن وحسن. هاي جوابك، ها هيشت يا احزان يا ام الحسن يا ام ال... ايه لا تبخل، اي والله هيشت يا صاحت يا حيدر لا تسايل وانظر عيوني من شدة اللطمة والرفسة الكسرة فلو وويلا يا أم الحسن أشوفك بخلان هيشت يا بعد مرة ها يا أم الحسن وويلا هيا عنك بسافر يا علي ولازم تفقدو بوصيك بولادي وبناتي يا ضوى عيوني يا ام الحسن يا ام ال... الله يعودك وويلا هيشت يا بعد بعد ايش عندك اسمع جيب الحسن وحسين على المغسل هي ودعوني وخل زينبو كلثوم بجفاني يشوفا يا ام الحسن يا ام ال اي والله يا اشتيا بعد بعد ها ادفن رضيع يا علي وياي في قبري هميت اضم ولن من كسر وويلا يا ام الحسن هيشت ما قصر ويا مرتضى رضو ضلوعي لليوم من ضرب الرجس ما سكن بعدي على المختار ما نشفى طبلي ولا طمني فاك خدي ومحجر الوصل ممدوح بالسبع المثاني هي انت يا زهرة والنبي كنت وركة هسه الهدم يم الحسن ركني ثاني جدد علي الحزن يا ست لخبري ابوك المرتضى بالليل جرى وصار من كسر
ضلعك والضرب والجزل والجزل والنار. خبري عن حالي وخبري بهجمة الدار، بلغي سلامي المصطفى خير النبي. بصدرها نبت المسمار وانكسرت يا الله. سهل مطالب نقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، اشفي مرضانا فك أسرانا رد غرباءنا غير سوء حالنا اصن حالك يا كريم. اللهم اهدي ثواب ما قرأنا من هذا المجلس إلى أرواح المؤمنين الحاج علي عبد الشهيد ومريم علي عبد الشهيد وإلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤسسين ومن مات على الإيمان سيم العلماء الأعلام وشهداء الأبرار. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.